ضيفتنا اليوم هي مثال رائع يرفع به الرأس لشباب وشابات وطننا الغالي. رغبتها في الاستقلال وإنشاء نفسها وتكوين ذاتها كان دافعاً لها للاستثمار في شتى مجالات العقارات وإنشاء مشاريع تخدم كافة شرائح المجتمع. خرجت رغد الناصر من جامعة دار الحكمة بكالوريوس مالية بمرتبة الشرف في عام 2012 ميلادي، بعد أن أنهت الماجستير وبدأت مسيرتها الاستثمارية عبر العمل مع والدها في مجال التجارة بالعقارات، وافتتحت مكتبها الأول في لندن لشركة العائلة Power Tower Company ليصبح مقرها هناك، ثم عادت بكل شغف وحماس إلى جدة في عام 2014 ميلادي لتخوض كل ما هو جديد في عالم إدارة المشاريع والاستثمار. تلم بعد ذلك زمام الأمور في شركة والدها في قسم الاستثمار الاستراتيجي، ولكن لم يقف طموحها عند هذا، وإنما قامت بإنشاء أول نادي نسائي مختص في رياضة البوتكامب، وخلقت بيئة مميزة تتناسب مع جميع الأعمار والأذواق داخل هذا النادي. تلك هي سيدة الأعمال السعودية رغد الناصر.